بص يا جماعة، ده شكل الفستان في الآخر خالص، اتعمل بصورة سهلة وبسيطة قوي، ومن الصفر فستان قصاد بطريقة جميلة. كل اللي عليكي بس تتفرجي من الأول لحد الآخر، صدقيني الفكرة يعني تاني هتعجبك يا جماعة قوي. مع بعض، وهنعمل مع بعضينا فستان خروج بناتي بشكل سهل وبسيط قوي. الفستان فيه قصاد وبطريقة سهلة، بس انا حبيت اسهل عليكي الطريقة ويبقى بسيط كده بالنسبة لك، فحبيت ان انا اعمله لك بنفس الطريقة اللي ان شاء الله هنعملها دلوقتي حالا. اهم حاجة بس تتفرجي واحدة واحدة، واللايك الجميل والتعليق الاجمل، الاشتراك ده طبعا قرارك انت. بصي بقى، اول حاجة كده هنبدأ نحط ربع دوران الصدر. عندنا هنعمل الفستان مقاس 48 2 اكس لارج. هنبدأ نحط ربع دوران الصدر عندنا 28، وبعدين هنبدأ نحط دوران حردة الرقبة. دوران حردة الرقبة معايا 8.5، وبعدين واحدة واحدة هنبدأ ننزل بطول حردة الرقبة الأمامية 8.5، وحردة الرقبة الخلفية 1.5. هنبدأ نعمل كده، حردة الرقبة الأمامية، حردة الرقبة الخلفية، هنبدأ ننزل من هنا 3 سنتي ميلان الكتف، وبعدين هنبدأ نحط خط بدون مقاس، وبعدين هنبدأ نحط طول الكتف معانا. طول الكتف معانا 13.7، وبعدين هنبدأ ننزل بطول الظهر. طول الظهر اهو معايا اهو، المفروض يكون بالظبط قد ايه طول الظهر؟ موجود معانا بالظبط 42.5 كده، يعني هننزل هنا 21 وهنا 21.5. وهنبدأ نحط دوران الصدر معانا في مكانه الطبيعي، دوران الوسط معانا في مكانه الطبيعي برضو اهو كده، وبعدين هنبدأ نقفل، ننزل من عند الكتف على دوران الصدر، ونبدأ نرتفع 6 سنتي، نخش هنا 1 سنتي، نبدأ نعمل حردة الجيرو مع بعض بالشكل ده، وبعدين هبدأ أوصل بالشكل ده، وأصبح معايا الباترون الأساسي اللي بنعمل عليه التعديلات، ويبقى ترنج وفستان وعباية وجلابية وكندورة، ويبقى كل حاجة الباترون الأساسي. لو ما حفظتوش مش هتعرفي تعملي أي تفصيلة، لأن أهم حاجة الباترون. هنبدأ نعمل التعديلات بتاعتنا خطوة خطوة. أول خطوة معانا هي إن احنا هنبدأ نيجي إن احنا نقسم دوران الوسط معانا. دوران الوسط معانا 23، هنبدأ نقسمه، وبعدين هنبدأ نرتفع بطول البنسة 10 سنتي، وبعدين هنبدأ نيجي من هنا واحدة واحدة، وناخد 1 سنتي من اليمين وواحد سنتي من اليسار، وبعدين نوصل أضلاع البنسة مع بعضها. التعديلات المعمولة باللون الأخضر يا جماعة، كل التعديلات هتبقى معمولة باللون الأخضر. وبعدين هنبدأ نعمل تعويض ال2 سنتي اللي احنا خدناهم دول من جنب عفوا، وبعدين هنبدأ نقسم طول الكتف معانا، وهنزود هنا 1 سنتي في التقسيمة، يعني لو هو مثلا 6 سنتي يبقى أنا هخليه 4 تمام. وبعدين هبدأ إن أنا أوصل كده، وبعدين هبدأ أفتح حردة الرقبة بتاعتي معايا بنفس طول حردة الرقبة معايا ده، وهبدأ أعملها كده مربع، وبعدين هبدأ أخد حردة الرقبة وأنزلها 1 سنتي على واحد على الواحد سنتي 1.5 سنتي الأولانيين، ونبدأ نعمل الخلفية معايا. فأصبحت الشكل ده زي ما انتوا شايفين كده. طيب وبعدين هنعمل ايه بقى يا جماعة؟ بعد كده هنبدأ خطوة خطوة. يا مريم انا دلوقتي مش حابة اعمل موضوع البنسة، وعايزة ما اعملش بنسة لان عايزة اعمل مرد زي ما موجود في الصورة. ممكن نلغي البنسة وما نعملهاش، ونبدأ بس ان احنا نكمل التعويض بتاعنا، بدل ما هو 2 سنتي لا هنخليه 0.5 سنتي طبعا عشان فروقات الخياطة، وهيبقى بالشكل ده، ومش هنعمل بنسة. اللي عملناه بس الخط ده هو اللي هنشتغل عليه، الخط ده هنلغيه، خطين البنسة او اضلاع البنسة هنلغيهم تمام، بالنسبة للامام وبالنسبة كمان للخلف، عشان اقدر اعمل مرد بتاعي. هبدأ اشيل كده كده بالشكل سهل وبسيط قوي زي ما انت شايفه اهو. اهم حاجه بس انك تعملي لي لايك الجميل والتعليق الاجمل، الاشتراك ده بقى قرارك انت، ورايك في التعليقات يهمني قوي. هبدا اركن كل الاجزاء دي على جنب، معانا طبعا الجزئيه دي محتاجينها عشان نعمل بيها المرد بتاعنا. القصه موجوده معايا في الخلف وفي الامام، فهنعمل القصه كده بشكل سهل ومبسط قوي يا جماعه، ومن الصفر اصبحت الشكل معانا. الاربع اجزاء دول محتاجينهم،
هنبدأ نفصل الأمام عن الخلف، هنبدأ ناخد الجزئية بتاعت الأمام وهنعملها كده بالشكل ده، تمام. وبعدين هنبدأ نفرد الخلف، هنسيبه على جنب شوية مش محتاجينه دلوقتي، محتاجين بس الأمام اهو. وهبدأ ان انا اعمل المرد بتاعي كده بالطريقة دي، وهبدأ اتني وهاجي من الناحية دي واتني كده. طبعا يا جماعة الجيبة بقصات والبلوزة بتاعت الفستان بقصات، فعشان كده هو فستان اساسا قصات، تمام. هنبدأ نجيب القطعة الاولى اللي احنا عايزين نعمل فيها، المفروض ان هي تتركب معايا كده، تتركب معايا من الناحية التانية كده. بصوا احنا ايا كان ملونة او اللي مش ملونة عادي، المهم بس ان احنا ايه نقفلها، هتبقى كده والناحية التانية هتبقى كده بالشكل ده يا جماعة زي ما انتوا شايفين. هنركب المرد هنا وهنا وهنا وهنا، ومن ورا مش هنركب مرد، هنسيبها كده، تمام. نركب بس زي دي كده على جنب، هبدأ اركب المرد من هنا. طب يا مريم ممكن المرد ده يبقى موجود شكل بس؟ اه ممكن يبقى موجود شكل، وانا هفضل كده احسن. الشكل بقى هنعمله ازاي؟ شكل هنبدأ نجيب المرد بتاعنا حطه هنا كده اهو، اثبته بس من فوق لان انا محتاجة اثبته من فوق بس كده، محتاجة اثبته من فوق. وبعدين هبدأ اجي بقى من تحت واروح جاية ومثبتة، بصوا كده اهو، اهم حاجة عندي ان انا اثبته من فوق. وبعدين اروح جاية من هنا بزاوية، ممكن ان احنا نحطه يا جماعة بس لازم ان احنا نثبته الاول من تحت ومن فوق الاتنين قصاد بعض، فاهماني. فهبدأ ان انا اجيب كده من الناحية دي وهجيب كده بالشكل ده كده اهو بالطريقة دي. ثانية واحدة، هحاول اثبته لك من هنا الاول عشان اقدر ان انا اركبه على الاتجاه التاني. هبدا اقص اقص وهركن دي الجزئية دي طبعا، تمام. المفروض وانا بقفله كده لازم اكون مقفلة معاك كمان القطعة دي، والقطعة دي مهمة اوي. هنقفلها ازاي القطعة دي؟ هنبدأ نجيب القطعة دي اهي ونحطها كده، وبنفس زوايا المرد اللي احنا عاملينها هنبدأ نوصل بيها اهي كده كده. هنبدأ ناخدها داير ما يدور بنفس الزوايا كده كده، شايفة ازاي؟ اصبح المرد عندي شكلا بس، شكلا بس اهو، ده اللي انا عايزه اوضحه لك. المرد عندي بقى اصبح شكل مالوش علاقه بالمرد الاساسي، تمام كده اهو. طب يا مريم ممكن ينفع ان هو يبقى مرد عادي؟ او ممكن ينفع، بس طبعا لازم يقابله من الناحيه الثانيه عراوي. فانت لو عملتي من قماشه ديت عراوي ومن الناحيه دي مرد يبقى كويس قوي، بس دلوقتي احنا عملناه شكلا بس، هبدا اعمل الناحيه الثانيه وارجع لك. بصوا بقى يا جماعه، ده دلوقتي شكل الفستان بعد ما ركبت فيه المرد بالشكل ده، اتعمل بصورة سهلة ومبسطة قوي زي ما انت شايفة. دلوقتي بقى هنبدأ واحدة واحدة ان احنا نعمل فيه الالماس بتاعنا، علشان طبعا زي ما انت عارفة محتاجين نعمل الالماس اكتر من الشكل بتاع المرد بتاعي، هيبقى كده بالطريقة دي، تمام. فهنبدأ ان احنا ندبسه من هنا كده. الالماس ده يا جماعة زيه زي المرد، يعني ممكن انت تعملي موضوع مرد الشكل ده وبعدين تروحي جايبة الالماس ده او النوعية بتاعت الالماس دي، تبدأ ان انت تحطيها على الفستان، هتبقى شكلها حلو قوي وسهلة. نعم هو فستان خروج وكل حاجة، وكمان فستان شتوي، يعني الفكرة بتاعته حلوة، بس زي ما هو فستان شتوي وفستان خروج ينفع برضك ان انا اديله كده كام شكل جديد، بحيث انه ما يبقاش شكل تقليدي بالنسبة للفساتين كلها، تمام. فلحظة واحدة بس هنقيس هنا، دي هتنفع نفس الطول؟ لا مش نفس الطول، فاحنا هنا دي هنخفيها هنا اهو، بحيث معايا ان هي ما تبقاش نفس الطول عادي خالص، ما هخليها هنا اهو، ما اقصهاش يعني، انا مش عايزه اقصها، فاهماني. عشان كده ايه انا هسيبها هنا في الظهر وهنخليها هنا كده في الظهر، تمام.
ده بالنسبة للظهر. بالنسبة بقى للناحية دي هنبدأ برضك نركب فيها نفس القطعة ثانية واحدة بشكل سهل ومبسط اهي كده، وهنبدأ ان احنا نحط فيها كده اهو، وبعدين هنبدأ نيجي من هنا كده، وهنبدأ واحدة واحدة ان احنا نوصل. اهم حاجة بس يا جماعة اكتبوا لي رأيكم في الشرح وفي التفصيل وفي كل حاجة. اهو شايفة ازاي؟ اهو ثانية واحدة، طبعا هنبدأ واحدة واحدة كده، وادي الشكل بتاعنا اهو تمام. ناقص بقى ان احنا نجيب الخلف، الخلف بعد ما قفلته طبعا اهو، ثانية واحدة هجيب الخلف بعد ما قفلته عشان ألبسه مع الأمام ويصبح عندي نفس الشكل اهو كده. وهبدأ ان انا اجيب الأمام واحطه عليه الخلف. الأمام طبعا الخلف طبعا مفيش فيه اي مردات خالص يعني. ادي الجنب اهو، نقفله من هنا بدبوس، وادي من فوق اهو. كل ده بنعمل في البلوزة يا جماعة، بس صراحة حرفيا يعني هي تستاهل الوقت، يعني هي كبلوزة او كفستان من فوق فهو يستاهل الوقت، يستاهل قوي التعب والوقت، والفكرة نفسها تستاهل لان شكلها حلو قوي وهتبقى بسيطة قوي. وهنبدأ نيجي من الناحية دي بردك اهو، وهنبدأ ندخل بقى هنا الألماس بتاعنا ده، خلاص احنا مش محتاجينه يظهر معانا تاني في اي حاجة. فهنبدأ ثانية واحدة ايه ده اهو كده اهو. بصوا بقى يا جماعة الموضوع سهل ازاي وبسيط اهو، شايفة ازاي؟ ادي يا جماعة الفستان بتاعنا من فوق اتعمل بصورة سهلة وبسيطة قوي. ناقص بقى القطعة التانية كده، ثانية واحدة بس هدبس المرد بتاعي ده عشان كل شوية بيطير مننا، فاحنا مش عايزينه يطير، احنا عايزينه يثبت اهو كده كده، شايفة ازاي؟ هبدأ بقى ان انا اقص الزيادة دي لان هتضايقني، مش مهم هنعمل ايه، هنقصها. وبعدين هنبدأ ان احنا نركن كل حاجة على جنب، وهنبدأ نعمل الجيبة بتاعتنا بشكل مبسط قوي وسهل. ايوه شايفه ازاي؟ الجيبه بقصات زي ما قلت لك، هي هتبقى منفذين او ممكن تبقى صك وبعدين نركب فيها القصات اهو. هبدا واحده واحده كده تمام، وهبدا واحده واحده ان انا اجي من هنا من عند دوران الوسط، واحط دوران الوسط بتاعي هنا كده، وبعدين هبدا انزل من هنا كده بطول الجنب 10 سنتي. لا طول الجنب المفروض مش 10 سنتي، احنا شغالين بمقاس كام؟ احنا شغالين بمقاس 48، فطول الجنب معايا 21.5. وبعدين احط دوران اكبر حجم، ربع دوران اكبر حجم 29.5. هوصل دوران الوسط مع دوران اكبر حجم، واروح بعد كده ماخده التفصيلة ونازلة بيها كده. وبعدين هحدد القصات بتاعتي هتكون عايزاها فين. فالقصات بتاعتي هتبقى من اول هنا، من اول الخط ده كده اهو، دي قصة كده تمام كده. القصة دي احنا قسمنا هنا كده يعني تقريبا قسمت دوران الوسط، وهبدأ ان انا اعمل خط من هنا وازود فيه قماش تمام. لحظة واحدة، هبدأ من هنا اهو كده بس كده، وبعدين هبدأ اجي من هنا اهو كده قبل الاخير كده بشوية، واروح سايبة هنا كده اهو، واروح جاية وعايزة قماش بقى هنا يزود لي القطعة دي، قماش يزود لي هنا القطعة دي. فهجيب بقى قطعة من القماش بتاعي نفس نوع او نوع مختلف، بس هو نفس النوع يعني الصورة نفس النوع اهو تمام. وهبدأ استعين بقى بالدبيس بتاعتي، لحظة واحدة اهو كده، هبدأ استعين بالدبيس كده
هبدا استعين بالدبيس برضك من هنا، وهبدا استعين من هنا، يعني بثلاث اتجاهات بس. لا الثلاث اتجاهات مش هيدوني بس، فخلوني احسن اعمل ايه يا جماعه، نشتغل من ناحيه العرض احسن. مفيش مفيش وسع من الناحيه دي، فخلينا شغالين من ناحيه العرض. كده كده احنا عايزين نثبت القطعه دي، هتبقى كده اهي، الوسط مش هنحركه، ادي كده التثبيت معانا اهو، وادي هنا القطعه دي موجوده معايا. لحظه واحده، وبعدين هنجيب القطعه دي وبعدين هنبدا نقص. المفروض ان انا اخيط القصات دي مع بعضها، بس انا مش هخيطها، انا هسيب الدبيس هي ماسكاها لي، بس انت طبعا هتخيطيها. القصه اللي انا قصيتها دي دلوقتي حالا انت هتخيطيها، اللي هي دي هتقصي الزياده دي وترجعي تخيطيها تاني في القطع بتاعه الجيبه بتاعتي خطوه بخطوه. فلحظه واحده بس، احنا مش عايزين الشكل بتاعنا من هنا، احنا عايزين الشكل بتاعنا من هنا اهو. اي زياده هبدا اشيلها، هبدا اجيب دوران الوسط مع التفصيله بتاعتي وهبدا اركبها من هنا اهو. تمام. طبعا بالنسبه لك هتخيطي الاجزاء دي مع بعضها، يعني مش هتبقى كده، هتخيطيها كلها طبعا مع بعضها، هتبقى كده اهي، هتخيطيها عشان تطلع لك نفس الصوره، يعني الجزئيه دي هتقصيها وتخيطيها والجزئيه دي كمان. فالفكره بتاعت الفستان سهله قوي قوي وبسيطه. لحظه واحده اوريها لك بقى. بصوا يا جماعه، ده شكل الفستان في الاخر خالص، اتعمل بصوره سهله وبسيطه قوي، ومن الصفر فستان قصات بطريقه جميله. كل اللي عليكي بس تتفرجي من الاول لحد الاخر، صدقيني الفكره هتعجبك قوي. كل اللي عليكي اللايك الجميل والتعليق الاجمل والاشتراك، طبعا ده قرارك انت. كل سنه وانتم طيبين يا اجمل جمهور في الدنيا. الفستان 48 بصوره سهله وبسيطه قوي ومن الصفر. يا رب يكون فكره سهله وبسيطه وعجبتك. بصي فستان يا جماعه اتعمل بنفس الصوره ونفس الشكل ونفس كل حاجه. يا رب يكون فكره سهله وبسيطه وعجبتك.